السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ عساكم طيبين. اخوكم علي زارس معاكم من سيرفر نايت فيجن، واليوم رجعت بعد ما خلصت البيت بنسبة 80%. خلصت منه وحبيت اوريكم المنزل اللي هو هذا البيت. ناخذ نظرة خارجية بعدين اعطيكم التفاصيل الداخلية. طبعا زي ما قلت لكم الحلقة اللي راحت ان البيت اخذته من صورة في مجلة اعلان دبلكسات اللي هو سويته، لكن كل اللي انا عملته اني سويت اضافات او لمسة من عندي، يعني حاولنا ان نبدع بهالشيء وان شاء الله نطلع حاجة حلوة. يعني انا احس اني ما كملته بالكامل، احس انه تقريبا 80% اكتمل، باقي التشطيبات على الايام الجايه نبدا شوي شوي، واللي عنده مقترحات وعنده شيء يعطينا لا يبخل علينا. نقول بسم الله وندخل. طبعا هذا المدخل الرئيسي، ولان من البيوت العصريه ف ولا في حراميه، فاعتقد بخليه بدون باب، ما يحتاج اني اسوي باب، فما ابغى شيء تقليدي يعني. فبيكون عندنا مدخلين، هنا يدخل على البيت وهنا على القبو. ننزل على القبو لانه مكتمل، فحب اوريكم اياه. اول حاجة تواجهنا غرفة الصناديق. طبعا هذه الارضية من الساندستون والكوارتز اور والجلوستون، نسقتها بالطريقة، اعتقد انها طلعت حلوة. السقف ما اهتمت فيه كثير بصراحة، دائما انظر لتحت. وهذا الصناديق طبعا كجزء من حركة دخلت هذا الداخل عشان تاخذ كمية اكثر من الصناديق. طبعا انا حاط الاشياء اللي انا احتاجها فقط. بعدين الغرفة الثانية هي غرفة الانفل، وهذا الديزاين حقها نذر بريك والكوارتز في السقف. والغرفة الثالثة اللي هي غرفة التطوير، أساس إني إذا بغيت أطور حاجة أو أي شيء هذه غرفة التطوير. والرابعة هي غرفة البوشنز والأدوية. طبعا هذه تبع البوشنز، وحطيت صناديق عشان أحط فيها لاحقا يعني الأدوية أو القزاز اللي هو الخرابيط حقتنا. طبعا هذه حطها ديكوريشن الموية، ما راح استخدمها، لكن هنا حطيت موية أو سورس موية لأنه راح تستهلك موية، فحطيت واحدة هنا مع جلوستون. فنرجع للدرج ونلف يسار. هذه الغرفة نسميها غرفة الأفران، لأن أحيانا نستهلك حرق كثير ساندستون وبريك في اشياء يعني ما مش موجودة او ما تنباع بالشوب، فيحتاج ان احنا نحرق. فحطيت هذه غرفة الافران، طبعا 20 فرن بالضبط. نطلع لفوق ونروح اليسار، وهذه طبعا ما كملتها كاملة، لكن هذه غرفة الجلسة. طبعا حطيت نزع منها كراسي، وهذه شاشة التلفزيون، طبعا الزر الاعتيادي للتلفزيون، الحامل كتب مع جلوستون، هذه يعطيها جو انها كذا يعني شاشة كبيرة. طبعا هذا رف عليه ورد، وهنا نفس الشيء مكتبة، حطيت ورد فوق. طبعا كجزء من التغيير حطيت هنا الحركة هذه، ما ادري عجبتني وسويتها اللي هي الانصاص والسلابس، وحطيت ورد لكن صور، فاحس انها شكلها طالع حلو. وهذه الارضية طبعا خلطت اللي هو الصوف الاسود مع اللايم، وهنا الاضاءة اللي هو مكعب الشجر مع الجلوستون، هذه تعودت اني احطها دائما فمعطيها منظر. هنا في الزاوية حطيت قزاز
نطلع فوق. طبعا هنا غرفة النوم طبعا. السرير طبعا منصوف ابيض وهاللون اللي ناسي اسمه ازرق او اللي هو يعني. وهاف سلاب عشان يعطي احياء للسرير وكومودينات او تسريحه اللي هي يعني مع ورد فمعطي منظر. وهنا ان شاء الله المطر ينزل ويطل على المسبح. من نفس الشيء قزاز. حاولت اني اكون يكون كل شيء مفتوح عشان صراحه برضو اشوف البيوت اللي راح تنبني هناك. يعني ما شاء الله اللي قاعد يبني القصر هنا واللي يبني هنا واللي هناك في واحد حاط سكنه. فلما تنبني المناطق هذه فحلو ان يكون المكان مفتوح. طبعا هنا لسه ما سويت شيء. اتمنى تقترحون علي ايش احط هنا يعني ما انا عارف لحد الحين. وهنا برضو في مساحة ممكن قاعدة هنا او اي حاجة. فننزل طبعا المسبح نفس الشيء ما كملته. المسبح ما كملته اللي هو ما كملت فيه طبعا الجلسات. بحط جلسات او جلسة شواية او اللي هو. طبعا الحركة هذه عملتها وضفت الزرع هذا اللي ينزل او اللي يتسلق على اساس انه ينزل وبيعطي حركة يعني في الاخير بعد ما ينزل للمسبح. وعندنا الحديقة طبعا الاشجار. وهذه النافورة من تصميمي. صممت واحدة في الاول وما طلعت مضبوطة فتداركت الاخطاء. طبعا هذه لها في تقريبا زيها بس حجم كبير مرة. بس انا عملت الحجم الصغير. عملت لها اضاءة وعملت لها لكن شكل النافورة هذا عجبني. طبعا بوريكميا لاني انا حاط تكسا باك فممكن مو واضحة الموية وكذا لان هنا تعطي الموية صافية. هذه طبعا هنا ورود. هذه جولة سريعة على البيت ان شاء الله انها عجبتكم. واذا في اي اقتراحات انا حاضر اسمعها. وخلوني ثواني بس اني احول على التكسر باك العادي عشان تشوفون البيت بالشكل العادي. رجعت لكم اخواني. طبعا هذا عشان البعض يبغى يشوف التكتر باك العادي. طبعا هذا الشكل او الديفولت. هذا الشكل الخارجي يعني لفع السريع عشان تشوفون شو الموضوع. في ناس يحبوا يلعبوا بالتكشر العادي لكن انا بصراحة تعودت. يعني اللي يحب التصميم ويحب الديزاين يحب انه يشوف مناظر اجمل فنستخدم التكشر باك. ندخل نشوف الارضية بالديفولت. طبعا شكل ورود اختلف هنا من داخل. هذه الأرضية العادية والصناديق مع الجلوستون. وهنا غرفة الأفران والأنفل وغرفة التطوير وال شو اسمه ذي الأدوية. ونطلع فوق. وهذا السرير طلع اللون كان تغير شوي اللون والورد. القزاز طبعا هنا
صار مقسم، هذاك كان اصفى في التكسباك، وهذا المسبح يعني ازرق ازرق، والشجر المتسلق، وهنا عندنا النافورة. طبعا هنا بينت النافورة اكثر او وضحت للي حاب يشوفها. او طبعا اي شيء في التصميم او في البناء وكذا انا حاضر، ما راح اقصر معاكم. طبعا هذا السكايب، واي اقتراحات عندكم انا برضو حاضر اسمعها، واتقبل النقد واتقبل اي شيء منكم. عموما عجبك هذا، اتمنى انك تعطينا عليه لايك وتكتب اقتراحك، عجبك ما عجبك، ايش ما عجبك، ايش الاشياء اللي تبيني اغيرها او اعدلها او اضيف او اللي هو. هذه نهاية الحلقة، اتمنى لكم يوم سعيد ونشوفكم على خير ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.